تنسى النهار، قلب مجروح وأمل محتار، حلم بحلم وعتم بعتم وأفكار انحرت ماتت فصولنا وما صفى إلا الخريف، شابت قلوبنا عم تستنى لحظة صيف، والدم فاق بدروبنا ما مرق ولا حتى طيب، وصرخة ما حدا بيسمع والألم ما ودع، صرخة خنقت أنفاسها بلكي الموت بيحضنها، شدت عراسها هموم السنين معطرة، لما الشر منغرسه مثل الشجر، ولما الخير مندفنه تحت الحجر، ودار المحبة والوفا كله انكسر كله انكسر، صراخ مين يسمعك صوتك محتار، صرخاتك مالا من الألم هاي صرخات الله يوفقكم، الله يخليكم، الله يعوض عليكم، الله يرزقك يا رب، الله يوفقك، الله يعوض عليكم، الله يعوض عليك، الله يرزقك يا رب. وين مريض؟ بيجيب له دواء مريض، سبحان الله. الله يرزقك ان شاء الله، الله يعوض عليك يا رب، الله يرزقك، الله يوفقك يا رب، الله يرزقك، الله يوفقك، الله يرزقك. لك بوسينا شبكي مسربعه من عندها الصبح، شو صاير عليكي؟ بعت لي حمى تكون عطلتك عن شيء. فوتي فوتي تضربي بها الموديل، فوتي ان شاء الله لا تواخذيني.
ولك شبكي ليش ما قعدتي؟ ما بني شي. ليش هيك انسطلتي؟ ما انسطلت عادي. يلا يلا روحي اعملي لنا قهوه لبين ما غير ثيابي. وين الصغيره؟ لاحة على الصغيره، روحي اغلي القهوه لبين ما غير اوعي. يلا ترجع. صباح الخير ابو سينا. اهلا استاذ جميل. اهلا وسهلا. لسه ما غليتيها؟ يبعت لي حما، انا عن جد اجيت بوقت مو مناسب بصراحه. ايه على كل الجميل هلا رايح وانا كمان رايحه. لك لوين؟ بدي اطبخ. الله يوفقك. لك شو طبخ وما لك بوسينا؟ لك بوسينا؟ لك خلص يلا رجعي بعد شوي. لك لوين؟ بدي لحق الطبخه بخاطرك. الله معك. السلام عليكم. الله يخليك مسكين ولبني. السلام عليكم. فروجين الله يخليك وكيلو سودا. وهذا البير وهذا غطاء. يا ستي فيكم الخير والبركة. يا أهلا وسهلا. بقى شو رأيكم؟ والله هو يعني مو رأينا لحالنا نحن، البنت لها رأي. أكيد أبوكم تعطونا كم يوم لبين ما تستنزج رأينا. هو الجواز بالآخر اسمه نصيب. تفضل تفضل. يعني أمي لا تحكي ولا كلمة. خلاص أنا هيك بدي، ما حدا دخله فيني. يعني بتفتكري أنا ما بنبسط إذا شفتك عروس؟ أخ بلا هالحكي بلا مشان الله. طيب أمي إمتى بدك توافي؟ والله صار لازم. هذا نصيبي أمي، هذا نصيبي. شو ساوي؟ هلا إذا سألوكي قولي إيه. وافقي بنتي، والله أنا بعرف بس حقك حقك. خلاص أمي أنا مبسوطة هيك، ارتاحي أنتي لا تاكلي هم. اسمحوا لنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل تفضل. شرقي مع السلامة. راحوا.
شاء الله ظريف. انه يعني ما عم بفهم ليش عم نستقبل خطابة اذا بدك ترفضيهم؟ قال انه يعني ما بيصير، مو رجولة ما نستقبل عالم اللي بيدقوا بابنا. انا ما اكون محلة بتجوز وبترك الشقة لمن بقى. هذا مو شقة، هي امي. قلتك احسن ما تخدمي ام الغريب. حسينة تعي بابا تعي، بدي احكي معك كلمتين. يعني لو كان محريز قلنا انه فيه وما فيها. انا منى قلبي انه شوفك عروس، بس هيك بدنا نجوزك لانه بس بدنا نجوزك، ولا نحن هاكلين هم لقمتك ولا هاكلين هم اوعيك ولبسك. اذا ما اجى عريس يستحقك ويستاهلك عن حقه حقيقي ما بدها الشغله كلها. ما قلتي لي صح ولا مو صح؟ لكن صح اللي بتشوفه. شو؟ شو بعرفني؟ مثل العادة كأنه ما في شيء محرز. ولا انت شو رأيك؟ بصراحة ما حدا له مصلحة بجوازتها حتى انا. لك انت شو دخلك؟ بعدين يعني في حدا ما بيريد الخير لأخته؟ انا ما هيك قصدي، انت بتعرف انا قديش بحبها لبسينة، بس يعني كأنه كلياتنا ما بنستغني عنها. يعني يمكن نحن بنحس لبسينة مثل امنا او امنا. ايه بس ما خلفتنا، يعني المخلوقة عندها حق تعيش ويصير عندها بيت وولاد. شو بنا ناريمان شو بنا؟ سيدي عم بحكي حكي نسوان، يعني الوحدة شو بدها غير إنه تصير أم؟ ما هي بدن وروح، يعني بتحس تعرف؟ يعني أنا ما دخلني بس مرات بحس حالي إني أنا متآمرة معكم. تشرب قهوة؟ نضل قاعدين هون؟ أي مو أحسن؟ تلعب شدة؟ يلا فتيها. شو خلص رح تنامي؟ ايه. اه دخلك عندك كريم للايدين؟ ايه خدي صابونة تستعمليه بعد الجلي. ستي بكره بنزل بجيب دهن القشر من السكة. شو صار معك مش عم الخطبة؟ مثل العادة. امك على مين؟ انا قلت بما انه ابوك يتقاعد فبركي بيشيل عنك شوية كتف، يعني بيفك اسرك. ما بعرف انا ما عم بقدر، ما حدا عم يدفشني. بدك رأيي؟ شوف لمصلحتك. وشو بيعرفني انا؟ مو هن لازم يقرروا اذا العريس منيح ولا لا؟ تصبحي على خير. يعني انا بتجوز بس اذا باخد امي معي. ومين هاد بده ياخد امك لعنده؟ فكري فكري بمصلحتك. طيب امك لمين بدي اتركها؟ عم اقول لك فكري بمصلحتك مو تفكري بدالهم. تصبحي على خير قومي طفي الضوء. يعني لو ظريف او مشرش بتقول لحالها يا حملة الله،
معك حق بابا، بس يعني هي كمان ما لها خاطر كثير معلي ابي مني، ما بصير نحرمها منها. صح، وانا هيك حسيت انه ما لازم افرقها عن امها، بس يا ابني البنت اولها واخرها. بصير علينا بصير عليها، المهم ما نرميها رميه غلط. نكون بهم مصير بهم مين، شو والله اطلقت شو والله حرديت، خيرك ما بدأ فوت هالفوتات، انه كان يجي حدا راكز مثل العالم والناس بقى. احنا لا طلعة ولا فوتة، وهي على اكثر من ما بده يجيها. لو في شي حدا بيسمع انه في بنت بهي المواصفات ممكن انه ي... هي كمان قطعت الثلاثة، يعني مين بده يقرب؟ الله سترها معنا. يلا جيت يلا، انت قلت ابي نحن لازم نمشي. يلا خاطركم، يلا خاطركم، خاطرك امي. الله معكم. ايوه، ها صباح الخير. هني صباح. ايه انا منيح الحمد لله. ايه ايه موجوده موجود دقيقه. حسينة. نعم. صباح بابا. يلا جاي. الو، اهلين صبوحه. رفيقتك انا ولا مو رفيقتك؟ شو هاد اللي عملتيه امبارح؟ يقطع عمرك، معقول تطلعي هيك مثل الهربانه؟ ادخيله انا اللي بيخجل. لكان شو؟ لا تتحججي، لا تتحججي لي بامك. امك صلى 11 سنه على هالمنوال، فلا تتحججي بامك، الله يشفيها. ايه ما قلتي لي شو صار معك امبارح؟ لك شو بشو؟ بالخطابين؟ والله العظيم انتي مجنونة. ايه مجنونة، ما اختلفنا امك، بس هي امهم كمان. ماشي ماشي. يلا بكرة بتفوتي على الجنة. خلص خلص، بكرة بتجي وبتحكي لي بالتفصيل. ناطرتك بكرة، ها نشرب القهوة سوا. وعك ها. يلا باي باي يا قمر. اليوم بعد الشغل طالعين على صحنايا. ما حلوة، الشباب كلهم اتفقوا. ليش لابس هذا القميص؟ زره مقطوع. يا ستي مو محرزة. جميل، امتى بدك تصير وتفش لي خلقي؟ اه امتى؟ روح اشلاح القميص وجيب لي اياه لاقطب لك اياه. قوام امرك. يلا يا شباب شغلونا شوي حركة، شلنا نقضي نهار هون. ضبوا 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 للضم. تمام. عليكم السلام. الله يعيد الرزق يا ربي. الله يخليك. يا ابي تامر شو شوف لنا تبع الكهرباء شو صار فيه؟ اهلين اهلين اهلين. لك شوف لنا شو صار فيه؟ لك تطول. يلا يلا. وينك حاكيني؟ لا تعطي شيء. انا امبارح ناولته 500. روح. حاضر. طيب حسان شو رايك هيك الضو؟ منيح. واطي فيه؟ لا لا منيح منيح. الو اهلا يا ابو سامي. لك حاكيني على الارض، انا بالمكتب. اه بالسياره. اجيبهم اجيبهم الا ما قلتها. طيب لحظه لحظه ابي، شو شقه ثلاث غرف نوم عنا؟ ايه ايه. كم يوم؟ كم يوم؟ اسبوع. معلمي طلبك موجود، بس بده يكونوا جماعة أكابر. ها إذا مو أكابر صاحب الشقة ما بيرضى. 7000. لك لا باليوم شو بالأسبوع. معلم هي شقة ديلوكس. ها خلاص مشي. إذا أوكي صور لي جوازات سفر ونجيبون. مشي يا أبو سامر، مع السلامة. طب أخي هذا بطل فتان غيره كله. ألو أهلين ريما. هلأ نحن فاضيين أبو منذر، شو بده؟ خلاص اعطي رقم الارض، هو بيحكي مع ابوكي. اهلين. ايه يلا شو بدك بيه؟ خلصت. هاي سهرة. هلا هلا. مرحبا عمي. الله يرضى عليك. شلونك عمي؟ نعم الله بخير. شلونك؟ والله غير شكل.
شاء الله آية الرزق يا ربي. ها يا عمي وين كنا وين صرنا؟ يعني ما تواخذني بالكلمة هذا ما بيقرب كان يعني هذا عم يزقزق ما شاء الله. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. شو راس أبوها؟ والله الحمد لله. شو صاير عليها؟ الحمد لله مثل الفلة. بس يا حسان كلمة عمي أبو حسان كانت لازم هيك بالمسطر الأولاني كبيرة هيك كبيرة أكثر من هيك ما حلوة بيحكوا عليها العالم. لا منيحة 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 والله حلوة. يلا السلام عليكم. لفوت شو هذا هو مشروبة إن شاء الله تسلم يا عمي حسان. السلام عليكم. سلامات عم وصيني شكراً. الله يديمك الله يديمك. قوي قوي أكثر الصوت قوي أكثر. حلوة كثير يفوش عليها عريق. أيوة إن شاء الله أي ترزق يا أبو حسان. الواجب كان يجي مبارك لك بالنقلة من هداك المحل للمحل الجديد. بس أنت لحالي هلأ بتكون مشغول بالنقلة ومالك فاضي. أجلت شوي. وبصراحة في موضوع تاني بدي أحكي معك. لا موضوع ما بنحكى على التليفون. إيه سيدي هلأ ما عندي شيء. إيه انت اعطيني عنوان المحل وبخمس دقايق بتلاقيني منصوب قدامك مثل النصيجي. ايه عرفته ايه عرفته سهل. يلا يلا ثواني بكون عندك. مع السلامه. اكبر ب 75% من منطقه الخل عشان تعطيك حمايه قصوى ضد التسرب. اولويز يسعد لي ايامك. شو حبيبي بدك تشتري ولا شو؟ بدك يا عمو؟ سلامتك عمو. أنا ما بتأخر. الله معك. بمتناول كل يوم مع قائمة ما التوفير من الأعمار مصدر الحدث نأتيك بالخبر آخر الأخبار. شو هدول؟ غسيلاتك انت وجوزك. طب كنت كملي معروفك وطويل. والله قررت ما اعمل بقى معروف مع حدا. لك حسوا فيني، لك فكروا فيني. شو مو بني ادم انا؟ بني ادم ولا مو بني ادم انا؟ مو مثلكم. لك انزلوا عن كتافي شي شوي. لك اعطوني اجازه حتى الحميره بيعطوها اجازه. على ابو سعيد على سعد ابو سعيد على ابو هالعمر. انت مفضل يا ابو منذر. انا ما بنسى يوم اللي وظفتي عندك بالمديريه. لا يا رجل تفضل بالله. يعني اللي ما في خير لجاره دم في خير. لا تسلم والله كنت ابو طبيب معي يا سيدي. تفضل عمي. يسلمك ديات.
الدائرة كلها عبارة عن 4-5 عائلات، هذا اللي جايب رينينو، هذا اللي جايب جيرانه، بصفهم بالدولة. انت طلعت من حصري. ان شاء الله هذيك الايام. ايوه زياد، راح تجي اليوم ولا راح تقفلي مثل امبارح؟ لا اخي، اذا ما بدك تجي لي مشان ادور على شوفير ثاني. انا فهمني، انا مالي جايبها اصمتها برات البيت ولا برات المطعم. ايوه لا تنزل لعندي على المطعم، شحها برا بنفس القرني، خذها وتوكل. يلا الله معك. لك لا اوف ولا على بالك. لك المسألة صار لازم احل. مرة منحوشة بخلقتي بالدهر، وابنك الكبير جوزته وجبت مرته وسكنته عندك بالبيت، ولك عاد حدا يعمل يسكن ابنه عنده بعد ما يجوزه. مرة ما بلوش فيها الله وكيلك، صار لي 11 سنة مستشفيات وادوية وروحات وجيات. لك انا مالي بني ادم، لك انا مالي بني ادم لحم ودم. والله الحق معك، بس كمان الحق عليك. يعني انا قلت لك على حل وانت معند وراكب راسك. لك يا ابو حسان، صرنا 36 سنة بهالحارة، يعني اهلنا وجيراننا كمان مو عدل. هلا القصة قصة عدل، ما العدل انفقد من زمان. هلا انت قاعد لك على 12-13 مليون وكمان عم بتنق. ايه علينا، رجعنا لسيرة البيت. لك كان معقولة قاعد بهذا البيت وحاصر لي ولادك وبإيدك انت الحل؟ هلا انا مالي بهالوارد نهائيا. ابو منزل اسمع مني، اسمع من اخوك ابو حسان، اخي امورك كلها بنحل لك اياها، وفوقك كمان اذا جاي على بالك لك من جوزك. هذا كلامي سمع. قولي معك. لا اللي بيني وبينك، جاي على بالك تتجوز؟ صدقني يا ابو حسان، قسما بالله صار لي 11 سنه نسيان شكل المرأة كيف بيكون، يا زلمة نسيان ريحتها. لا حول الله، والله فهمان عليك. لك شو مفكرني حمار ومالي فهمان؟ فهمان عليك أخي. ركز معي شوي. هلأ نحن إذا بعنا لك هذا البيت بشغلة 12-13 مليون، بناخد لك 4 بيوت بالضواحي. ضواحي؟ ضواحي شو هي؟ شلون ضواحي شو؟ يعني ألسية، جرمانة، صحنايا، يعني مو عشوائيات. لا يا أخي شو عشوائيات، بيوت نظامية من أحلى ما يكون. أخي بناخد لك 4 بيوت وبزيد معك قرشين بتفرفش حالك فيهم. بعدين يا بي لا تقلي حارة وما حارة وعشرة. اليوم الواحد إذا بالصح له لحطة بيبيع العشرة وبيبيع الجيرة وبيبيع كل شيء. والله العظيم ما حكيت معه شي، هن كلمتين كملي معروفك ولكو عن مزح كمان. احنا ريمان روقي وفهميني شو صاير. ليك منذر، انا عقلي مانو صغير، والله انا بحبها وبقدرها وبقدر تعبها، بس نحن كمان عم نتعب. ما بعرف شو صار لها، جاني فجأة تغيرت بهالكم يوم، يعني والله العظيم ما حكيت معه شي. ايام اعمل لك كفين، خليها تنسى الحليب اللي ضبعته. منذر الله يوفقك الله يوفقك، لا تحكي معه ولا تعاتبه حتى. شو كفين انت التاني؟ ايش وين عايشين نحن؟ هي ناقصة نريمان، طالما انا المسؤول عن هذا الوضع اللي انت فيه لازم انا اللي احميكي. حبيبي انا مشكلتي مو بوسينا، مشكلتي يعني لسه في عروس بتسكن عن بيت حماها. نريمان هلا هذا موضوع تاني، خلينا بموضوع بوسينا. بوسينا قليلة أدب ولازم تتربى، ما بيكفي إنك متحملي هذا الوضع الغلط اللي أنت فيه، لسه فوق منا كمان إهانة.
عزيز الله يوفقك الله يوفقك بشرفي اذا بتمد ايدك عليها او بتحكي معك كلمه برات الطريق لضبط راديو روح على بيت اهلي. خلص حبيبي الله يخليك روق. يعني هي حرام كمان هي عانس وهلكانه معنا مشان فيني بقى. شو طبختي لنا اليوم؟ يعني شو هي اخترعوها جديد يعني؟ هي بدال كيفك اختي الله يعطيكي العافيه. الله يعطيكي العافيه. شو طبختي لنا اليوم؟ لما بتاكلي بصحن ما طلع شيء بالمجلب بتجليه. انا مالي خدامه عندي. شو بدك تسوي هون؟ ما بلي شيء ما بلي شيء بس ارحموني. يعني ما لك تقولي غدا؟ لك اخي بحط لك على عيني وعلى راسي بس مو معقول ما عاد حدا احترم مواعيد لغدا ولا عشا بهالبيت. كل واحد بيجي بوقت وكل واحد بدي يسكب له الاكل وقيم لصحون واجلي لصحون واعمل قهوه واعمل شاي ورتب البيت ودير بالي على امك. ارحموني بقى شو بدي لحق للحق. اي والله لو سامعك انتوا عملتوني احسن من هيك. بعد شو بها شوفي تقوم مهوره مش شغله طول عمرها بتجلي وبتكنس وبتمسح وبتعمل كل شيء بالبيت، اشمعنى اليوم يعني؟ زياده المازوت هذا اخذته؟ بعرف شو مسألة. حسينا لك قاعد اكتبي لي. مرحبا يا روحي يا قلبي يا عيون خالتي شوي شوي عم عليك يا حبيبتي لك ليش نايمة؟ وينهم ابوكي واخواتك؟ ما حدا اجى لسه. ريما لا تطلعي الا برا ها، المرة الماضية أخذت برد. إيه ماشي، أمك بالمطبخ فوتي لعندها. إيه يلا. تقبري قلبي. أنتِ يا عيون خالتك أكبرني هالوش. ها، هي جنى هون. أي جنى جدا. هاتي هلا 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 هاتي شوي شوي بلا شوي 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 بابا هلا بتفيق حرام نايمة خلاص هات هات في حال قصف السجون التابعة لحماس. طيب ان شاء الله غيرونا هالمحطة خلص صاروا 1500 شهيد بغزة وبعدين الله يرحمنا ويرحمهم. خلص خلونا نشوف شو عم يصير. شو شو بدك تشوف شو عم يصير؟ شو عم بيصير يعني؟ كل اللي عم بيصير بسم البدن. بقى شو بدنا بهالسيرة؟ خلص قليل قليل. شلون يعني شو بدنا بهالسيرة؟ لك يا اخي شو نحن اللي عم نقتلهم؟ نحن اللي عم نقتل. لا سيدي مو نحن اللي عم نقتل. والدليل ليك شوف هاللمة الحلوة ما شاء الله. شاي وبزر واسيتون وعين الله علينا. هذا مو حكي. شو بيطلع بايدي يعني؟ قل لي شو؟ ايش وانا اللي جبت الامريكان ولا اليهود على المنطقه؟ ما نحن اللي جبنا الامريكان على المنطقه بس اجوا الامريكان لانه في ناس مثلي ومثلك قاعدين عم يتفرجوا. لك حاجه بقى مشان الله. حاجه بقى مثلي ومثلك. في بالضرب عمله، في مصالح، في دولار، في بترول. شو عم تقلي مثلي ومثلك؟ الدنيا هيك صايره. نيالك على المنطقه. انا نيالي يعني انت مو نيالك. لا طبعا مو نيالي. طبعا مو نيالي، لانه هدول اللي عم يموتوا ناس مثلنا. هي اذا ما بدنا نقول انه هدول اهلنا وناسنا. ممكن بعمله هيك نصير محلهم. لك حبيبي لما دخلوا الامريكان على العراق اوه علينا على ايش بدكم يعني ارسي؟ حط لنا فيلم اجنبي بوم ولا قال لك حط لنا عربي مشان حسين؟ هات لا حبيبتي انا اصلا تعبانه حشق على امي وفوت نام دخيلك الفيلم فينا مكفينا تصبحوا على خير وانت كيف خير؟ شو بقى؟ ما في شيء بس هيك طول النهار عم تسبق ما انت كيف بتكون تعبان؟ لا صار له يومين ما على بعضها خلصنا حبيبي خلصنا ولا بقول لك بده يحرر القدس موظف بده يحرر القدس اللي اكبر منه ما عم يصدر له ياكل هات الجهاز اللي ايدك اربح وقدو التلفزيون شو ما اكل مش اكل مش اكل مش اكل خليني اشنك لا لا معي لا تعب حالك عمري ريجي انتي نحقاني لك ريجيم شو شو لك البيضة يا الكلي لك ريجيم خلاص ماما مدام خلصتي
ساوي لنا شاي سخن، هذا برد. ايه من عيوني. هاتي بوحة. هاتي اللي بريد عندك. بوحة كم فحمة عندك؟ ماشي تكرم. ضرورية غريبة يعني. ايه جميل حبيبي، بس ترجع البيت دقني، انا ببيت اهلي. شو طلع منزل؟ شو عرفني؟ صباح النور. صباح النور. صباح خير منزل. صباح النور. شو؟ كيف فهمتك اليوم؟ الحمد لله. طيب يلا شدي حيلك. ايه؟ خاطرك. الله. صباح النور. يا صباح النور. لك أهلين. شلونك أمي؟ الحمد لله. يلا منزل تأخرنا. يلا أنا رايح بدك شيء. سلام تالي. باي 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 اي خلاص. مالك طالع؟ لا لا رح اخذ تاكسي انا. طيب يلا سلام. الله معك، مع السلامة. يعطيكم العافية. شو شمستك عالية اليوم؟ خليها لربك، راحت علي نومي. ايوه هلا هيك العشقانين تروح عليهم النوم وبيطلعوا هيك حلوين مثلك. طيب شو بتزرك على الموقف؟ يا ريت، بس ما بدي اخرك، مع انه الوضع كثير مناسب اليوم. ابي وحسان طلعوا كثير بكير. ايه ستي، حتى لو ما طلعوا ما عم نعمل شيء غلط. جارتي، بنت حارتي، اصدقاء العيله، عم وصلك الطريق صح؟ قلتك ما عم نساوي شي غلط بنوم. طيب ماشي حاكيني. اوكي اوكي حاكيني. كيف بالك على حالك؟ ماشي يلا باي باي. لكن لو بدي اروح. وانتي؟ انا شو طالعه؟ كان روح اشرب قهوه عند صباح بس لخلص من امي. طيب يلا باي. الله معك. صباح الخير امي. يجعل ايامك كلها خير. شو وينه ابي؟ فاق بكير، لبس أواعي وأبصر لمرة. يلا رح أحضر لك فطورك لتاخدي الدواء. صباح الخير. ألو نعم؟ إيه موجود.
ايه ممكن. لحظة لحظة استاذ منذر، تليفون إلك. مين؟ مدام تاب. ألو، علينا ريمان. ايه 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 منروح، ليش لا؟ بس اتصلي انت باهلي وخبرين انه ما نجعين على الغداء. لك انت حاكي، لانه اذا بدي اتصل بصير مضطر اشرح. خلص حاكي بسينا. لك والله بعرف انه ما في شيء بينك وبينها، مو مشان هيك. خلص اتصلي بالشي اللي قليلون جايين، واتصلي باهلي قليلون ما نجعين على الغداء. ايه يلا يلا، باي باي. مالي عم بلعب يا ابو شادي. يا نوره سجلها ولا تسجلها انت؟ سجلها حبيبنا. حبيب ولا حبيبنا؟ اللي بعده. ليك هاي المعاملة. يلا اللي بعده. هوية خلي صعب المعاملة يجي. يا أبو شادي تعال لك تعرف. رجع هاي المعاملة. ايه عندك لا تخربطهم. ايه هون يا أخي، ما تخلي صاحب المعاملة يجي. بس هي هويته، هو مسافر وعايش برا. عايش برا، عايش جوا هذا مو شغلي. خلي صاحب المعاملة يجي يا أستاذ نوراس. استغفر الله العلي العظيم. عم شوف لي رأيك بس بطين. هيك مزبوطين. بس بدك تروح تجيب طوابع هاب 50 ليرة. ما عندك طوابع انت هون؟ عندي، هات 50. الله يخليك. اللي بعده. مرحبا. انت صاحب المعاملة؟ انا صاحب المعاملة وهي هويتي. خلي سميح يدقق او جيب طوابع ب50 ليرة. يلا. مين سميح استاذ؟ باخر شباك هوني. طيب على عيني. يسلم هوية. استاذ سميح مين؟ 50 ليرة طوابع. ها يا استاذ سميح. سميح ايوه ايوه. قبل أن تزيح القوات الألفية السعودية مدعومة بالمساعدة الأمريكية، وذلك قبل أن تعود قبل أيام لمباركة دولية وأمريكية واسعة بعد انتخاب الشيخ خليل الشيخ أحمد. والثاني هو السيناريو العراقي، بحيث يتم احتواء طالبان سياسيا والاعتراف بها كلاعب رئيس في العملية السياسية ودمجها في الحكومة الأفغانية. ضابط شرطة أمريكي كان يتعاون مع وكالة المخابرات المركزية، وكان عمله تسجيل الانفعالات النفسية أثناء استجواب المشكوك في أمرهم بواسطة جهاز كشف للكذب. قرر ذات يوم إجراء تجارب على النبات شبيهة بالتجارب التي يجريها على البشر. فماذا اكتشف هذا الضابط؟ شو عم تساوي؟ عم بتسلى. اتريت من ايدك، ليتني اجيت. انت اتركي وروحي خليكي جنب امك. لا معلش، امي زبطت لها امورها. خليني اجلي الجلي وحط الغسيل وبس ارجع بطبخ. ليش وين رايحة؟ رايحة لعند صباح، نص ساعة وما بتأخر. صباح ما غيرك؟ اي ما غيرك. مو هي اللي خالتها بتساعدنا بالمستشفى بالادوية؟ اي شبهها. ما في شي خطرت ببالي. جوزك ولا لسه عزبه؟
حلم بحلم وعتم بعتم وافكار انحرت بالنار. مين يسمعك صوتك محتار؟